لكن بتبقى يا حرام البنت ساعات محطوطه في كورنر، لو عارفه تبقى مش كويسه، ولو مش عارفه تبقى بارده. يعني هل ده صحيح؟ فعلا البنت لو ابدت انها عارفه دي مشكله، يعتقد ان الشاب ان البنت دي عندها خبره سابقه. لا اسمعك عشان مش سامعك. بياخد انطباع غلط، الشاب بياخد انطباع غلط عنه. دي صديقتي مره انفصلت عن جوزها بسبب الموضوع ده. ازاي؟ يعني هي كانت درست كويس الموضوع قبل الجواز، وهو افتكر ان هي كانت على علاقه بحد، على علاقه بحد تاني، اه فطلق. انا عندي كان في العياده الاسبوع اللي فات واحد هو طلق مراته علشان لما طلب منها الجنس الفم وقالت له لا مش ما بحبوش. كلمه ما بحبوش ايه ده؟ يبقى انت عارفاه، يبقى عملتيه قبل كده، يبقى مش عارف ايه، طلقها يعني بمنتهى البساطة.